ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هتكلم على برج القوس وتوقعات شهر نوفمبر لعام 2020. برج القوس عندنا شهر نوفمبر هيكون يعني اللي هو ما بين البنين شويه، يعني عندنا في ايجابيه، في حظوظ في بعض النقاط، وبعض النقاط تانية اللي فيها تحذيرات رهيبه جدا جدا. تحذيرات دي تخلينا ان احنا نشد قوي في فيديو النصائح اللي هتكلم فيه قريب، عشان احنا الغلطه ممكن توقعنا كتير، وممكن الغلطه تخلينا ان احنا ممكن نعيش كآبه. يعني انا بقول ده عشان نكون حذرين، مش حاجه تانية. لكن خلينا نقول ان في ايجابيه قويه، وفي عندنا تغيير الحال افضل، يعني هنكون للاحسن والافضل. بس اهم شيء نبتعد عن التسرع، التسرع في القرارات، التسرع في حاجه معينه. خلوني اقولها في بدايه الفيديو. الناس اللي هي بتبقى بتيجي تقول لك هو ايه اللي حصل، هو ما تحكي لي كده، اللي هم عايزين يعرفوا منك كل حاجه، اللي عايزين يتكلموا معاك وعايزين ان هم يشدوا منك الكلام. يعني خلي بالك كتير ان ممكن يرموا لك كلمه لونها رمادي. عندنا كده في لغه الاعلام اللون الرمادي او الاعلام الرمادي ده، اللي هو ايه، انا كويس وكل حاجه، لكن برمي حاجتين كده صفراويين كده في النص. فده ممكن يرمي لك كلمتين عشان يجر اللي عندك، او يقومك بكلمه على حد، فتبدا تجيب كل اللي عندك. خلي بالك قوي قوي قوي، لان ده احنا معرضين ليه وهنقع فيه. فخلي بالنا ان احنا ما نكونش متسرعين في الكلام، متسرعين في ان احنا نسمع بقى ونقول ونلعلع، عشان ده كلام هيتمسك علينا وهيكون في الاخر عرضه كبيره قوي قوي لتشويه السمعه بالادله. نخلي بالنا كتير بالادله، يعني كلام انت ظبطته عليك حتى لو مش حقيقي، انت بتكون صوره ذهنيه في عند الناس. يعني عامه عشان ما نرغيش كتير في النقطه دي، احنا هنتكلم في فيديو النصائح في حاجات اكتر من كده بكتير. برج القوس، الوضع المهني، الوضع المهني عندنا في صلح مع مدير العمل او مع زملاء العمل، لان كان عندك خصام او عندك مشكله، فيكون عندك تصالح. بتسعى يا برج القوس ان انت تترقى، او بتسعى ان انت تمسك منصب، بتسعى ان انت يكون عندك مركز حلو، ان انت تكون متقدر يعني في مكان عملك. بالنسبه للناس اللي شغاله في مشاريع خاصه، انت بتحاول او بتفكر ان انا هرمي فلوس بس هلم بعدها. لا، خلي بالك واحذر، احذروا جدا جدا. اقول لكم الوقت المناسب عشان خاطر لو عندك مجازفه ماديه عايز تعملها، ما بلاش اول 3 اسابيع، الاسبوع الاخير هو اللي هيكون يعني علينا كده ايه بالهداوه ماشي. فخلينا ان احنا ما نجازفش بفلوس، سواء بقى نشتري شحنه مش عارفه ايه الكلام ده كله، نخلي بالنا جدا جدا. برج القوس، الوضع المهني عندك انك هتسعى لترقيه لشيء افضل، فهيكون عندك الحصول عليه على فكره. يعني عند ده، وده من ضمن الاشياء الايجابيه، ان عندك سعاده نفسيه من حيث الوضع المهني. لكن نخلي بالنا كتير ان احنا نشرك حد معانا، ان احنا نقول لحد احنا هنعمل كذا كذا كذا، حتى لو حد قريب منك. انت ما تضمنش على فكره القريب منك ده ممكن غيرته تكون عامله ازاي وضدك. فخلي بالك كتير، الغيره بتخلي الغيره خلت اتنين يقتلوا بعض، فاللي هو مش هتخلي ان هم يوقعوك في مشكله عشان انت ما تمسكش المنصب ده. فالكلام ده موجود جدا جدا، فلازم نكون حذرين في تعاملاتنا، في خطواتنا، في افكارنا، في الكلام اللي احنا بنقوله، في كل شيء. برج القوس هيكون عندك انك عايز تبتدي بدايه جديده، بتفكر كتير ان انا هبتدي بدايه جديده. طب هعمل ايه؟ عندك زي كانك بترسم حلمك على الورقه عشان تحدد انت عايز تعمل البدايه دي باي شكل وباي طريقه. عندك ده جدا، بتفكر كتير في شراء عقار، في شراء شقه، في شراء منزل، في شراء حاجه ليها علاقه باستقرار، يعني حاجه ليها علاقه ببيت. فعندك بتفكر انك تشتري بيت جديد يا برج القوس. هيكون عندك الشراء موجود في شهر نوفمبر؟ لا، انت عندك النية او عندك التحضير او التدوير بقى. ما هو اللي بيدور على بيت ده بيدور سنة يعني، فبندور كتير صراحة عامة. فده موجود جدا. برج القوس احنا قلنا الوضع المهني شكله هيكون عامل ازاي، يعني عندك ترقية وعندك الحاجات دي، وفي ترقية، في ترقية تحصل عليها. اكتر وقت مناسب ان انت تقدم فيه وظيفة عندك من بعد يوم 20 في الشهر. عندك هيكون عندك قوة، عندك شخصية، عندك كاريزما، عندك يعني انت كامل كده. لكن في اول 3 اسابيع عندك توتر،
والتوتر ده ليه علاقة بموضوع عائلي، وليه علاقة بان انت هتكتشف اشخاص ان هم اقرب من الخبث بمراحل. يمكن انت عارف ان الاشخاص دي خبيثة من الاول، لكن انت استرجعت الموضوع وقلت لا دول غلبة وكويسين، ما هم كانوا خبثة من شوية او من فترة بقوا كويسين. بعدين هتبدأ تشوف الامان اللي انت اديته لهم هيطلع عليك ازاي، هتبدأ تشوف ان هم ما يستهلوش منك الخير، فهتبدأ انك تتصدم عندك ده جدا جدا. طبعا برضو بقول الكلام ده ممكن حد ما قالوش، بس انا بقول عشان خاطر نكون حذرين، نكون واخدين بالنا يعني الحاجات دي ناخد منها، او التوقعات ناخد منها الحذر ايه، ناخد منها الايجابية. ده اللي يهمني جدا ان هو ده يدخل جواكم، الحذر والايجابية. عامة كمان يا برج القوس فيه كمان شيء تاني مهم عايزة اتكلم فيه بالنسبة للناس الخبيثة. خلي بالك كتير ان انت يكون اوراقك او اموالك او مستنداتك او اختامك، اي شيء خاص يكون قدام الناس اللي انت مديهم الامان قوي، قدام اي حد، قدام اي حد، خلي بالك كتير جدا. برج القوس بقى الموضوع كمان المهني المادي شوية، احنا قلنا ان احنا نخلي بالنا في المصاريف وان احنا ما نجازفش بفلوس، بس انت عندك مبلغ مادي هيجيلك او بشرة مادية، يعني عندك ممكن يجيلك بشرة ان الراتب بتاعك هيعلى، هيجيلك بشرة ان جايلك مكافأة مادية، عندك في فلوس هتجيلك، فعندك ده جدا. برج القوس كمان عندك دخول في مشكلة قانونية او شيء قانوني، يا اما داخل في مشكله قانونيه بتتحل، يا اما انت هتعقد حاجه قانونيه، يعني موضوع انت بتحله يا موضوع انت بتعقده، ولكن انت عندك ارتباط قوي بالمواضيع القانونيه. خلي بالك كتير من التنازل عن شيء، خلي بالك كتير من انك تخلي ميراثك انك مش لا اجل حته الحصول عليه، خلي بالك كتير انك تبعد حق عنك، خلي بالك كتير لانك هتندم. الوقت لازم نستغله، الوقت لازم تفهمه، الوقت ده لازم يكون في الحتة اللي ليها علاقة بالمشاكل القانونية او الميراث او ان انت تتنازل عن مثلا حاجة ملكك لحد او تبيع او تشتري. اول 3 اسابيع لازم نخلي بالنا كتير، يا ريت نأجل لحد اخر اسبوع، نأجل لحد لما نكون في الوعي الكامل لينا. انت ممكن اول 3 اسابيع انت واخد قرار بشكل جامد، وده على فكرة هنلاقيه جدا، قرار ده مهم جدا ان انا هعمل كذا كذا وهعمل كذا كذا، بس تيجي تتفاجئ في الاخر هو ايه اللي انا كنت بعمله ده، انا كانت دماغي فين، مع انك كنت مقتنع جدا في خلال الثلاث اسابيع برايك او قرارك، ولكن هتيجي اخر اسبوع تقول هو انا ازاي عملت كده. فخلي بالك جدا 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 من الوقوع في النقطه دي. برج القوس الوضع العاطفي، الوضع العاطفي بالنسبه للناس اللي مش مرتبطين تحسين في الاجواء وناس مرتبط هنرتبط بيهم، وتحسين في ان احنا معجبيننا كتير، وان هيكون عندنا لباقه اكتر، هيكون عندك كاريزما اكتر، هتلاقي اللي بيعيد عليك في عيد ميلادك كتير على فكره برج القوس، هيكون عندك احساس ان انت مرغوب فيك بشكل قوي جدا. ده بالنسبه للناس اللي مش مرتبطين. عندك في حب ممكن تحصل عليه، يعني في حب ممكن يجي لك او يكون في ارتباط بالفعل، هيكون عندك ارتباط في اخر اسبوع، اخر اسبوع او بالذات من يوم من بعد يوم 22 الوضع العاطفي بيبدا معانا يتحسن. اما غير كده بقى الوضع العاطفي بالنسبه لي الناس اللي هم مش مرتبطين متجوزين، عندك شويه ممكن يكون في شكوك شويه. يعني ايه؟ يعني الشريك بيشك فيك، انت بتشك في الشريك، او انت عندك احساس، او انت عندك احساس خاصه مرأة برج القوس، حاسه ان الشريك ممكن يكون بيتلاعب بيكي، ممكن يكون مش اللي هو الحب القوي، ممكن يكون عندك شكوك ان هو بيعرف حد تاني عليك، ان لا انا مش مالي عينه، لا عندنا الحاجات دي كتير. يا من عندك، يا اما انت مشكوك فيك، يعني يا مشكوك فيك يا انت شاكك، ففي حته كده شكوكه كتير موجوده في الوضع العاطفي ده. مهم جدا جدا نخلي بالنا بقى من موضوع الشك والكلام ده، لان هيعمل لنا مشاكل كتيره، ممكن يعمل لنا خلافات، ولو في خلافات ممكن يزودها. هو اكتر الابراج اللي هيكون فيها مشاكل، انا عارفه ان الوقت سرقني، بس اكتر الابراج اللي هيكون فيها شكوك كتير من الابراج الهوائيه الميزان، من الابراج المائيه السرطان، من الابراج الترابيه برج العذراء، من الابراج اللي هي الناريه اللي زينا هيكون برج الاسد. فالابراج دي اكتر الابراج اللي هيكون فيها شكوك شويه وبعض الخلافات، مشادات، عدم تفاهم، الحاجات دي. عندنا الوضع الصحي لازم نخلي بالنا منه جدا جدا، نخلي بالنا من ان الصدمات اللي ممكن نلاقيها في بعض الاشخاص من الاهل او من الاصدقاء او من المقربين لينا، هتحس بصدمات من المقربين ليك، فده ممكن يأثر على صحتك جدا، ممكن يخليك ان انت
تعبان يعني. نخلي بالنا من العدوى وكورونا وكورونا وكورونا، ارجع اقولها بقولها من فتره لما الناس رقدنا كده خلاص، اللي هو ما بقاش في كورونا باين عند الناس، اللي قلنا انها هتعلى تاني، فخلاص يعني لازم نخلي بالنا كتير كتير لان الموضوع فعلا هيكون صعب. برج القوس، انا بشكركم جدا، استنوا التوقعات الاسبوعيه هكون بتكلم فيها بشكل تفصيلي اكتر من كده، والنصايح لازم نستناها لانها مهمه كتير جدا. بتمنى ان انا اكون فدتكم جزئيا، بشكركم كتير برج القوس، بتمنى لكم شهر موفق وسعيد، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. سلام.